أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة المدى، ونقرأ منها مقالا بعنوان التباكي على أطلال السيادة للكاتب أياد العنبر، يقول فيه: الاختلاف بشأن مفهوم سيادة الدولة ومصلحتها العليا لا يحدث إلا في العراق الذي تنتهك سيادته بين فترة وأخرى ويلذ أغلب ساسته بالصمت، فعندما تبتلى الشعوب بالطبقة الحاكمة تشرعن نفوذ الأجنبي وتحاول أن تبرر تدخلات الخارجية وتعتبرها لمصلحة الطائفة أو المذهب. بالتأكيد لا يبقى أي معنى للسيادة، لا بل تصبح هذه المفردة مثيرة لحساسية كثيرا من السياسيين الذين يعدونها كلمة غريبة عن قاموسهم السياسي. يضيف الكاتب: في بلد مثل العراق بات انتهاك سيادته المنشط الرئيس في نشرات الأخبار ومادة دسمة لمواقع التواصل الاجتماعي، أصبح موضوع السيادة نسمع به ولكن لا نتلمسه مقترنا بعلاقاتنا مع دول أجنبية ولا باعتباره السلطة العليا المطلقة التي تنفرد بعلو إرادتها على أقليم الدولة ومواطنيها. من يريد أن يقصف العراق بصواريخ باليستية أو يتوغل عسكرياً فالحدود مفتوحة أمامه ما دام بعض من أبناء العراق يتولى مهمة تبرير التدخلات والاحتفال بها ووصف الدول المعتدية بأنها تدافع عن أمنها القومي، حتى وإن كان ضحايا الهجوم سيادة العراق ومن المدنيين. إذن يبدو من سجالات النخب السياسية والإعلامية أن موضوع السيادة مختلف عليه، في حين يفترض أن يكون من البديهيات التي ترتبط بمفهوم الدولة. لكن بما أننا نعيش في كيان سياسي أقرب ما يكون إلى واقع لا دولة، لذلك يصبح مفهوم السيادة بحاجة إلى إعادة تأمل من ناحية واقعيته. فعندما تريد انتقاد تدخلات أجنبية من إيران يكون الجواب جاهزاً: وهل تركيا لا تتدخل؟ وهل أمريكا لا تتدخل؟ وهل دول الخليج لا تتدخل في العراق؟ كل شيء في العراق بات منتهكاً، هذا هو الواقع. لكن ما يجعلنا نشعر بالخيبة ليس غياب الرادع لهذه الانتهاكات لسيادة الدولة على المستوى الداخلي والخارجي، وإنما التبريرات الساذجة التي يسوقها جوق المطبلين التابعين لقوى سياسية. إلى صحيفة طريق الشعب، ونقرأ منها مقالاً بعنوان السيادة شذر مذر للكاتب جاسم الحلفي. قال علماء الساسة: كي تفهم طبيعة دولة ما عليك الارتكاز إلى نقطة فهمها، وهي سيادتها على أرضها وجوها ومياهها الإقليمية، باعتبارها السيادة هي السلطة الكلية الآمرة. ومما يؤسف له أن مفهوم السيادة في العراق تعرض إلى سخرية مرة، حيث تواترت الانتهاكات العسكرية المدانة التي نفذتها أطراف يفترض أنها ترتبط بأفضل علاقات الصداقة والتعاون مع العراق ولها معه مصالح مشتركة، ومنها من وقع وإياه معاهدات ومواثيق أمنية واقتصادية. هكذا إذن تجري الانتهاكات السافرة دون رادع، وسرعان ما تعلن الدولة المعتدية مسؤوليتها بلغة صلفة، وكأن العراق مستباح لواشنطن وطهران وأنقرة، فيما لم نشهد موقفاً رسمياً يتناسب مع مستوى ووتيرة الاعتداءات التي لا يبدو أنها ستتوقف عند حد ومكان، ما لم ترتقي مواقف الحكومة إلى الحد الأدنى لما تقوم به دولة مستقلة ذات سيادة. طغمة الحكم التي لا يهمها سوى مصالحها هي المسؤولة الأساسية عما وصل إليه وضع العراق كدولة منتهكة السيادة، عاجزة عن حماية حدودها والذود عن سمائها. وعندما تتعرض سيادة العراق لكل هذه السخرية فمعنى ذلك أنها وهي غير قابلة للانقسام والتجزئة، أصبحت شذر مذر كما يقول المثل الشعبي العراقي،
عندما نتصفح تاريخ بلادنا المعاصر نكتشف بقليل من الجهد أن العراق لم يكن يوماً إلى هذا الحد من الضعف والهوان والانقسام والفضل، في ذلك يرجع إلى الطغمة المتسلطة المستأثرة بالحكم والتي أبلت أحسن البلاء في نشر الفساد المالي والإداري وفي جعل الشعب يتضور جوعاً وفقراً. ونقرأ مقالاً من مجلة الجاردين العراقية للكاتب عبد الرزاق محمد الدليمي بعنوان هل فشلت السفيرة في مهمتها؟ عندما نستعرض مسيرة السفيرة رومانسكي التي تشمل جوائز مثل الرئاسة المتميزة للخدمة التنفيذية العليا، جائزتين رئاسيتين من رتبة الجدارة لكبار المسؤولين التنفيذيين، العديد من جوائز وزارة الخارجية للرتبة العليا، وجائزتي وزير الدفاع للخدمة المدنية الجديرة بالتقدير. ويضيف الكاتب واضح أن تعيين السفراء في أعراف الولايات المتحدة الأمريكية فيها آليات وحسابات خاصة، فهل فشلت السفيرة رومانسكي في مهمتها بالعراق؟ قد يكون إنهاء مهمة السفيرة رومانسكي لأسباب أبعد ما تكون عن التكهنات التي يعتقدها البعض في العراق مجهول الهوية والطعم والرائحة بسبب النظام الفاسد المتهرئ الذي أوجده المحتلون الأمريكان والبريطانيون وملالي طهران، وحول مخصصات المستشارين الإيرانيين من الحرس الثوري الإيراني في العراق الذين يعملون مع الميليشيات الإيرانية دون طلب من الحكومة العراقية، فإنه يفرضه الحرس الثوري الإيراني على العراق بأن يدفع 30,000 دولار شهرياً لكل مستشار، وحتى الآن يوجد أكثر من 5,000 مستشار إيراني يستلمون هذه المبالغ الضخمة من العراق، وفي حقيقة الأمر على أرض الواقع لا يتجاوز عدد المستشارين الإيرانيين 300 مستشار، وهم دخلوا العراق دون أن توجه دعوة لهم، ودخلوا لتدريب وكلاء إيران الذين يقصفون مطار بغداد ومطار أربيل وقواعد ومعسكرات الجيش العراقي. أما المبالغ الأخرى التي يدفعها العراق إلى 4,900 مستشار إيراني أغلبهم في سوريا ولبنان واليمن، هناك يدربون وكلاء إيران، لكن الدفع على العراق، ولا تستطيع الحكومة العراقية أن توقف هذه المرتبات الضخمة التي تذهب دون أدنى فائدة للعراق. ومن موقع قناة الرافدين نقرأ مقالاً بعنوان أمريكا بين دعم الحوثيين وترويضهم للكاتب طلعت رميح. وجهت القوات الأمريكية في الأيام الأخيرة بعض الضربات ضد مواقع للحوثيين بعدما قصفوا بعض السفن المتوجهة إلى الكيان الصهيوني، لكن ذلك لا يمثل تغييراً في استراتيجية الولايات المتحدة التي عملت على حماية الحوثيين وفرضهم على الخريطة اليمنية والعربية والإقليمية. لا تتحرك الولايات المتحدة ضد الحوثيين الآن وفق خطة لتوجيه ضربات استراتيجية تضعفهم أو تخرجهم من معادلة القوة والسيطرة في اليمن، وبطبيعة الحال لا تستهدف ضرباتها إحداث تدمير لقدراتهم الشاملة، ذلك أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على استمرار دورهم وتمتعهم بدرجة كافية من القوة والسيطرة، فهذا ما يحقق الأهداف الأمريكية. لقد مثل الحوثيون الورقة الأهم في إنفاذ الاستراتيجية الأمريكية البريطانية لتفكيك اليمن وإنهاء وجوده كدولة عربية ضمن خطة تفكيك الدول العربية والإسلامية وتشكيل كيانات انقسامية متناحرة في داخل كل دولة وفق ما سمي بالفوضى الخلاقة أو الهالكة. ومثل الحوثيون الورقة الأهم في الاستراتيجية الأمريكية البريطانية لتعميق الدور الإيراني في داخل المجتمعات والدول العربية بما يحدث تغييراً عقائدياً وفوضى شاملة وصراعات مستديمة، وهو ذات ما جرى في العراق وسوريا ووفق نفس الطرق والأساليب. ولقد لعبت الولايات المتحدة دوراً كبيراً وخطيراً في إيصال السلاح للحوثيين
إذ أغمضت البحرية الأمريكية أعينها عن مرور شحنات السلاح من إيران للحوثيين، وهو أمر صدر بشأنه تقارير أممية ووردت فيها إشارات مليئة بالدهشة والاستغراب من سماح القوات البحرية الأمريكية لسفن شحنات السلاح بالمرور وعدم وقفها والاستيلاء على ما بها، وهو نفس المنهج الذي اعتمد في التعامل مع دعم إيران لميليشياتها في العراق وسوريا. إلى مقال يحمل عنوان مخاوف من حرب أهلية في أمريكا وانفصال ولاية تكساس وترامب يصب الزيت على النار. تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة على خلفية إرسال الولايات الجمهورية قوات من الحرس الوطني إلى ولاية تكساس في تحدي لإدارة الرئيس جو بايدن والقوات الفيدرالية بشأن ملف المهاجرين. وبدأت عدة ولايات يقودها الجمهوريون في إرسال أفراد من الحرس الوطني قبل أشهر لمكافحة تزايد موجات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث قالت إحدى الولايات لا شيء مطروح على الطاولة مع تصاعد التوترات بين كريك أبوت حاكم تكساس وإدارة بايدن. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار حول تهديدات مسؤولي ولاية تكساس بالانفصال عن الولايات المتحدة واحتمالية تصاعد التوترات بين الحرس الوطني الخاص بالولاية والجيش الأمريكي. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار حول تهديدات مسؤولي ولاية تكساس بالانفصال عن الولايات المتحدة، ولكن بحسب تقارير صحف أمريكية أكد المسؤولون في ولاية تكساس أن هذه المعلومات مضللة وغير صحيحة، وتم تداولها عبر منصة إكس وأنها انتشرت على منصات عالمية أخرى، كما تم نشرها من قبل وسائل الإعلام دون التحقق من صحتها. وأشار أبوت إلى أن تكساس تدعم الوحدة الوطنية وتشدد عليها، لكنها ترفض سياسة بايدن حول الهجرة التي تشجع الهجرة غير الشرعية، ويستخدم الجمهوريون قضية الهجرة باستمرار لمهاجمة خصومهم من الحزب الديمقراطي. ومن المتوقع أن تزداد حدة هذه الانتقادات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. والآن مشاهدينا إلى استراحة قصيرة مع صفحات الكاريكاتير. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية.
فاقمت الأمطار الغزيرة في محافظات قطاع غزة من معاناة مئات آلاف النازحين في الخيام ومراكز الإيواء مع استمرار المنخفض الجوي الذي تتعرض له الأراضي الفلسطينية. وأفاد موقع فرانس بريس بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت الليلة الماضية أغرقت آلاف الخيام ومراكز إيواء في شمالي غزة وجنوبها، وأوضح أن المياه اجتاحت مراكز الإيواء المختلفة ما تسبب بمأساة حقيقية للنازحين وأسفر كذلك عن أضرار مادية في الممتلكات والأغطية. يأتي ذلك بينما يعاني النازحون من نقص في الأغطية والملابس الثقيلة ووسائل التدفئة التي يحتاجون إليها في مواجهة الأجواء الشتوية وظروف الطقس الصعبة. وقد هطلت أمطار غزيرة على كافة مناطق قطاع غزة منذ الليلة الماضية في ظل انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير. وقال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني محمد بصل إن الأمطار الغزيرة تنذر بحدوث فيضانات كبيرة في العديد من المناطق المنخفضة المليئة بخيام النازحين في غزة. والآن مشاهدينا نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. ثلاث فترات رئاسية متتالية يحصدها الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان ليكون أول حزب سياسي يتولى حكم البلاد لمدة طويلة منذ بدء تايوان في انتخاب رؤسائها بشكل مباشر عام 1996. مرشح الحزب لاي تشينغ تي نجح في انتزاع أصوات الناخبين من منافسيه هو يو إي من حزب الكومينغ تانغ الحزب الوطني التاريخي وكو وين جي من حزب الشعب التايواني. هذه النتيجة لم ترضي الصين التي تعد تايوان جزءا من أراضيها وتعتقد أنها ستعود إليها في نهاية المطاف، بكين التي لم تخفي رغبتها في منع فوز لاي لكونه مؤيدا صريحا لاستقلال تايوان، وصفت الانتخابات بأنها اختيار بين السلام والحرب. ومع أن تايوان أصبحت ساحة مناكفات بين الشرق والغرب، فقد تأثرت انتخابات عام 2024 بهذا الوضع. كيف تحولت جزيرة تايوان شوكة في خاصرة الصين؟ وهل تمكنت الولايات المتحدة من استخدامها كورقة ضغط ضد الصين؟ أسئلة سنجيب عليها في قصتنا. تعود قصة تايوان التي يبلغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة إلى القرن 17 عندما بدأت سلالة تشينغ الحاكمة في إدارتها. وفي عام 1895 تخلت مملكة تشينغ عن الجزيرة لليابان بعد خسارة الحرب الصينية اليابانية الأولى، ثم استولت الصين على الجزيرة مرة أخرى في عام 1945 بعد خسارة اليابان في الحرب العالمية الثانية. لكن في عام 1945 وبعد انتصار الحزب الشيوعي بقيادة ماو تسي تونغ وسيطرته على بكين بعد حرب مع القوات الحكومية القومية بقيادة تشيانغ كاي تشيك، اضطر تشيانغ ومن بقي من الحزب القومي للفرار إلى تايوان حيث حكموا لعقود تالية عدة، لكن بقي الاعتراف بها كدولة ذات سيادة مقتصرا على 13 دولة فقط. ومنذ ذلك الحين تسعى الصين لاستعادة تايوان. الصين لم تيأس من مساعيها لضم تايوان، وظلت العلاقات بين الجانبين تتأرجح بين التوتر والهدوء على مدى عقود، لكن السنوات الأخيرة شهدت تصاعداً في الخلافات بين بكين وتايبيه بسبب تقارب تايوان مع الغرب والدعم الكبير الذي حصلت عليه. وزاد فوز لاي تشينغ تي في الانتخابات الطين بلة لأن الرئيس الجديد وضع توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان على رأس أولوياته، كما أن انتخابات 2024 أفرزت عدداً من المتغيرات في اتجاهات التصويت والمعادلة الحزبية الجديدة، مما قد يدفع بكين لزيادة الضغط على تايبيه دبلوماسياً وعسكرياً وتقديم موعد ضم جزيرة تايوان إلى 2030 بدلاً من نهاية العقد المقبل. التوتر الحاصل بين تايوان والصين والصراع حول مضيق تايوان لم يبقي الغرب والمعسكر الشرقي بمنأى عنه،
فواشنطن التي تصر على موقفها الرافض لدعم استقلال تايوان تواصل دعمها السياسي للجزيرة، وظهر ذلك جلياً بتهنئة واشنطن ولندن للرئيس المنتخب لاي تشينغ تي بالفوز، مما يجعل تايوان واحدة من أوراق الضغط التي يستخدمها العملاقان الاقتصاديان عالمياً ضد بعضهما. وفي الختام تقبلوا تحياتنا ونلقاكم على خير.